السائل: كثير من بلاد العالم بل وبلاد المسلمين تعج بالمخالفات العقدية والشرك، فهل يجب على كل طالب علم أن يسافر إلى تلك البلاد للدعوة إلى التوحيد مع قدرته المادية؟ نعم، إذا كان يقدر على السفر وهو عنده علم، عنده علم يجب عليه ذلك، يسافر ويدعو إلى الله يحصل على الأجر ويحصل على الخير وينفع المسلمين. نعم، ولا وش فائدة التعلم؟ إنسان يتعلم بس يبقى على نفسه؟ لا، ينشر الخير، ينشر الدعوة، ينشر العلم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم.